بنت جزائرية في مدرسة الجزائر الدولية، جاء وقت صلاة الظهر فقامت وتوضت وصلت الظهر في حوش المدرسة، فقامت مديرة المدرسة نادية مساسي برفض الطالبة 7 أيام، وهي مهددة الآن بالإقصاء تماما من المدرسة إذا لم يوقع والدها تعهدا بعدم عودة ابنته إلى هذا الفعل الشنيع داخل محراب العلم. لم تكتفي مساسي بذلك، بل قامت بإصدار تعميم يوم 27 يناير يحظر على الطلاب والطاقم الإداري والتعليمي إقامة فريضة الصلاة نهائيا داخل أسوار المدرسة. لحد هنا القصة ممكن تحدث. الجزائر دولة إسلامية كبيرة وقطاع عريض من شعبها يشكل التدين جزء أساسي من مقومات شخصيته، لكن بتحصل مديرة متعصبة بتكره الدين ناقمة على الإسلام، أي حاجة وارد، وبعديها يحدث تقويم وتفهيم من المسؤولين الأعلى أن هذا لا يجوز. لكن المصيبة أن وزيرة التربية نورية بن غبريط دعمت مديرة المدرسة وقالت أن المدارس ليست أبداً مكاناً للصلاة. التلاميذ لما يمشوا للمؤسسه التربويه يمشوا باش يقراوا، يمشوا باش يتعلموا. دونك بالنسبه للمديره المؤسسه في مقص بريد دارت غير خدمتها فقط، وما كانش مؤسسه هنا وين التلاميذ. انت راه عندك 1000 تلميذ، دونك انت كأب لما تبعث وليدك او بنتك لماذا؟ دونك حنا نظنوا بلي هذه الممارسه تندار في الدار في المنزل، ولما يروحوا للمدرسه الدور المدرسه وهي تعليم وتعلم. حوشوا الفروض يا أولاد، ولما تبقوا ترجعوا البيت تبقوا صلوهم إن شاء الله كلهم مع بعض. المدارس مكانا للتعليم والتعلم. وهل هناك سلوك تعليمي أهم وأروع من الصلاة سيادة الوزيرة؟ وهل هناك ما يضبط ويحسن ويهذب شخصية الإنسان أكثر من الصلاة؟ وهل هناك عماد للحياة وفي القلب منها الدين إلا الصلاة؟ وهل تستطيع عشرات الدروس التربوية أن تعادل صلاة واحدة؟ وهل تريدون أن تقطعوا صلة العبد بربه لأنه والعياذ بالله طالب؟ وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية محمد عيسى علق قائلا: لا أعرف هناك موقفا ضد هذه المبادئ ولا ضد الصلاة ولا ضد الآية الكريمة، وعندما يحصل ذلك فإن أول من يعرف هو مجلس الحكومة الذي تنتمي إليه الوزارة والتي تنتمي إليه والذي ينتمي في مجموعه إلى سيد رئيس الجمهورية، حكومة رئيس الجمهورية الذي نعرف مبادئه ونعرف دفاعه على الإسلام والتزامه بترقية مبادئه وقيمه. هو بالنسبة لرئيس الجمهورية فسيادة الوزير، احنا كلنا نعرف توجهات الرئيس الجزائري لحد 5 سنين 6 سنين فاتوا، ومن ساعتها لا بنسمع توجيهات ولا تحيات، احيانا بيكون في اشارات، وحتى الاشارات توقفت مع الوقت، والجزائر الآن لا تعرف مع بوتفليقة إلا الصمت. ورغم الصمت المطبق إلا أن بوتفليقة وجد وسيلة للتواصل لم يكتشفها العلم حتى الآن ليترشح فعليا لولاية 5 للجزائر. في الجزائر يقولون على الظالم حجار، وبوتفليقة حجار على نفسه وعلى شعبه. يا إلهي، أليس في الجزائر رجل رشيد؟ الله غالب.